معانا كبسه بالريش الضاني، هما في السعوديه او اهل الخليج عموما بيعملوا الكبسه باللحم الضاني، احنا هنا بنعمل باللحم العجالي عشان في ناس ما بتحبش الضاني. انا النهارده جبت ريش ضاني وسلقتها وهنعمل بيها الكبسه. محتاجين ريش ضاني، دول تقريبا 2 كيلو ريش ضاني، كيلو نص كيلو رز بسمتي مغسول ومنقوع، 3 كوبايات كبار عصير طماطم متسبكه، معلقه كبيره صلصه، لو ما فيش صلصه والطماطم كويسه خلاص اوكي، بصله كبيره مفرومه ناعم، بصله جوانح، وفلفل اخضر رومي متقطع، فلفل شطه، ومعلقتين سمنه ومعلقتين زيت وجزرتين مبشورين. طبعا معانا بقى التوابل، ملح وفلفل ومعلقه كبيره 7 بهارات، عودين قرفه خشب، معلقه صغيره قرفه ناعمه، قرنفل مطحون، كزبره خضراء مفرومه، وحبه كبيره او حبيتين ليمون معصفر مخلل بدل الليمون اللومي، اللي يحب يحط ليمون لومي هي الاساس، لكن انا بحبها اكتر بطعم الليمون المعصفر. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه احط كده الحلة على النار، بسم الله. طبعا انا سلقة الريش الضاني دي مسلوقة، هنا الكاميرا هتجيبها لنا، انا سلقاها كويس جدا، بصلة ملح وفلفل وحبة طماطم ومسلوقة سلق كويس جدا يعني مستوية. بسم الله الرحمن الرحيم. هاخد اول حاجة معايا سمنة، في الكبسة عموما بيستخدموا اكتر السمنة العربي اللي هي السمنة زي السمنة البلدي كده عندنا، اللي يحب طبعا يستخدم زيت بدل السمنة اوكي، انا بقى بحب احط مع السمنة بحب احط زيت، لان الزيت بيفلفل الرز، والرز مغسول ومنقوع لمدة ساعة في مية سخنة، طبعا هو يعني المية بتبقى سخنة بتبرد لغاية لما تبرد المية، تقريبا هي الساعة بنصفيه ونشتغل فيه. الرز البسمتي لكل كوباية رز بسمتي، وده سؤال جالي امبارح على الانستجرام، حد عاوز يعرف مقدار الرز المية بتاعت الرز ايه، انا جاوبتها بس برضو هجاوب لان لو في ناس مش عارفين يبقى احنا برضو قلنا المعلومة. الرز المصري بتاعنا العادي سواء الجاهز المغلف في الاكياس او البلدي اللي احنا بنجيبه من الفلاحين، الرز الكوباية قدامها كوباية، الا لو نوع احنا جربناه ولقيناه بيحتاج مية اكتر بيحتاج كوباية وربع مية، بس في العادي في الغالب الكوباية قدامها كوباية. اما الرز البسمتي المستورد، الرز الهندي والباكستاني والحاجات الانواع المستورده، في منها انواع بتاخد كوبايتين ميه وكوبايتين وربع ميه لكوبايه الرز. اما اللي هو المتعارف عليه اللي موجود في السوبر ماركت اللي انا بشتغل منه، البسمتي العادي المتوافر بياخد الكوبايه قدامها كوبايه ونص ميه، ولو منقوع بيبقى كوبايه ونص كوبايه وربع كمان، ما بيكملش النص، تمام؟ عشان ما يتعجنش. لان احنا دلوقتي عندنا هنا اراضي في مصر بتزرع الرز البسمتي ده، جايبين البذور بتاعته وبيتزرع هنا في مصر. هنا السمنه معايا سخنت، هبدا على طول ابدا اشوح، ادي البصل، هنا هجيب طاسه صغيره، بسم الله، رحيم. هنا هعمل ايه في الطاسه دي؟ هحط فيها زيت وهحمر فيها البصل الجوانح ده، انا عايزه البصله الجوانح دي عندي تاخد لون ذهبي عشان تتحط على وش الكبسه، ممكن احطها هنا كده قدام علشان ايه برضو الكاميرا تشوفها اسهل. انا معايا كده ادي البصله المفرومه ناعم، انا عايزاها تاخد لون بالشكل ده، وهنا الطماطم زي ما احنا متعودين، انا الطماطم باخدها اضربها في الخلاط كويس جدا بميه قليله واحطها على النار تتسبك من غير لا سمنه ولا زيت ولا اي حاجه. وادي هنا
الزيت عشان احمر فيه البصله الجوانح اللي معايا. اكله بقى من الاكلات الحلوه جدا جدا، ان شاء الله تعملوها كده. لو عندنا بيبقى احيانا بتبقى في عزومات كده متاجله لاخر رمضان، ناس مثلا بتبقى عندها ارتباطات، عندها حاجه، يقول لك لا اجلني طب لاخر رمضان. ففي الوقت ده برضو ما بنحبش ايه، بنبقى خلاص زهقنا، والناس اللي احنا كمان عازمينهم زهقوا من الاكل، فبنبقى بنحب نعمل صنف واحد بيبقى صنف محبوب، ونعمل جنبيه طبقين ولا طبق جانبي وطبق كمان اساسي، خضار مثلا ملوخيه، نعمل مثلا نعمل بطه، نعمل فراخ، نعمل حاجه نواشف في الفرن، صينيه مكرونه، صينيه جلاش، سمبوسك، ورق عنب، فبيبقى جنبها طبق زي طبق الكبسه ده، بيبقى طبق جميل قوي كده. البصله معايا عايزاها بس تاخد لون خفيف. احنا هنا شايفين بصوا الريش مسلوقه ومنتهى الجمال اهي، مسلوقه ومستويه. اخد انا بقى الصينيه، تمام، هاخد انا الصينيه بس ابعد الشوربه، ودي المرقه بتاعه سلق اللحمه. بصوا المرقه عامله ازاي، ختمه ودسمه من الشوربه اهي. خلاص انا كده بقى هشيلها. البس كده، البس كلافز في ايدي وايه عشان نتعامل مع اللحم. هنا الزيت سخن، هاخد البصله الجوانح دي هبدا انزلها هنا كده عندي في الزيت، واسيبها لما تاخد لون بني خفيف. هنا معايا الريش دي، انا هرصها في صينيه بالشكل ده علشان انا عايزه احمرها في الفرن، مش عايزه اقدمها مسلوقه او مش عايزه اقدمها متحمره في السمنه. احنا عندنا دسم، فبرضه نقل الدسم شويه كده اهو، هناخد عليها شويه من صلصه البصلة. بدأت تاخد لون كده كويس جدا. أبدأ على طول أنزل عليها الأول الفلفل، وعندي هنا قرنين فلفل شطة عشان لو محدش بيحب الحامي يبقى الفلفل صحيح. ممكن أخلي قرن صحيح والقرن التاني أكتره كده، أو هكسر القرنين أهو كده بالشكل ده، أشوح الريحة بتاعة الفلفل تطلع لي، بتبقى ريحة في منتهى الجمال. وكمان اخد الجزر المبشور، الشكل ده، اشوح كويس جدا. الجزر مع ريحة الفلفل مع البصل بيديني ريحة جميلة جدا جدا جدا. هنا ادي البصل ده برضو، وهنا معايا الطماطم متسبكة عشان ادي كمان طعم بقى وريحه حلوه. هعمل ايه؟ قبل هحط الليمون المخلل، بس قبل الليمون هدي بقى التوابل، التوابل كمان هي اللي هتطلع لي ريحه حلوه جدا. ادي القرنفل الحب او القرنفل المطحون، بس القرنفل المطحون نخلي منه ذره خفيفه. ادي معلقه 7 بهارات، ادي عودين القرفه. كل التوابل دي ما تنزل تتشوح مع الجزر والبصل والفلفل بتطلع لي ريحه جميله جدا. انزل بقى في المرحلة دي الليمون المعصر كده، وطبعا الملح والفلفل ما ننساش، بس احط الفلفل الاول، احط الملح لما احط الرز كده. ادي الفلفل الاسود، في الوقت ده هنزل بقى عصير الطماطم المتسبك. طب انا لو ما سبكتش طماطم، لو ما سبكتش طماطم في المرحله دي بعصر الطماطم، يعني انا عملت خطوه عشان اسهل على نفسي. انا بروح مسبكه طماطم شويه تسبيكه كده، يعني اعصر طماطم واحطها تتسبك معاهم، تستنى لما توصل للمرحله دي. انا وفرت على نفسي في الخطوات ان انا عصرت الطماطم وحطيتها على النار تتسبك مع بعض. نحط بس هنا كده معلقه زيت، ولما نحط الرز نحط كمان معلقه زيت. بسم الله الرحمن الرحيم.
شايفين كده على طول هي اصلا متسبكه والخضار متشوح كويس جدا. هبعدها بس على النار علشان اخدها فوق اللحم، اخد حبه منها فوق اللحم بس، هديها شويه شوربه عشان تبقى سايله كده خفيفه معايا لما اجي احطها على اللحمه، ما تبقاش لازقه كده وما تبقاش ايه تقيله قوي، تبقى صوص كده خفيف. هسيبهم ياخدوا غلوه. طبعا ممكن لو مفيش مرقه، لو في ميه اوكي، لو انا هستخدم المرقه دي في حاجه تانية خلاص مفيش مشكله احط ميه اهو بالشكل ده. طبعا المدام اللي النهارده الصبح قابلتني في السوبر ماركت وقالت لي انا هتفرج عشان هعمل الكبسه تعملي ايه، قلت لها انا هعمل النهارده كبسه وهعمل طاجن لسان عصفور، قالت لي خلاص انا هتفرج عشان هعمل الكبسه دي على الفطار النهارده. يا رب النهارده دلوقتي تكون شايفاني اهو بقول لحضرتك باذن الله تعمليه يبقى احلى من ايديكي بالشكل ده. هاخد بقى ادي الحله كده اهو، هاخد ادي التسبيكه اللي عندي، بس طبعا التسبيكه ما فيهاش ملح، نبدا ناخد نملحها علشان لما تنزل على اللحمه يبقى ليها طعم، واقلب البصل. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين البصل خد لون ذهبي على طول كده اهو بالشكل ده اهو. ابعده بس على النار كده ثواني وهبدا اقلب بقى الصلصه دي كده بالملح، وابدا اخد على كل حته لحمه اهو بالشكل ده كده شويه من صلصه الكبسه. انا ليه بعملها كده لوحدها؟ عشان لو انا مش عاوزه احطها جوه الاكل، يعني عايزاها تتاكل لوحدها مع عيش، حد بيحب يغمس بتاع عايز ياكلها كده لوحدها اوكي، اللي عاوز طبعا يحطها على الرز مفيش اي مشكله اهو بالشكل ده كده. اخد شويه من الصلصه دي وتحت اه تمام، وتحت الشواية احطها على طول، انا فاتحة الشواية في الفرن. طبعا لو اللحمة لسه محتاجة تسوية بديها شقشق مية كمان مع شوية الصلصة على الوش، بس ما بزودش المية قوي، يعني يا دوبك يبقى مغطي نص اللحمة كده، واسيبها في الفرن، وقبل ما اطلعها من من الفرن تكون استوت خالص، اكون ناقصه انا شويه صلصه من دي اروح حطاهم على الوش في الاخر خالص احمرها اهو بالشكل ده. هروح بقى ادخلها تحت الشوايه بس اديها مسحه زيت خفيفه على الوش، تلمعها كده وتحمرها. بسم الله الرحمن الرحيم. تاخد تحميره حلوه عشان نغرفها مع الكبسه.